هذا الأمراض الجلدية جامعة القاهرة ومؤسسة صفحة كوتش مي هابي. أهلا يا دكتور اهلا هابي. بيكي، ميرسي. أنا طبعا الاستضافة دي بناء على طلب الجماهير. والله يعني أنا الحمد لله المتابعين بتوعي دايما معايا زي ما شفتي كده 1 تو 1، يعني كل يوم يا نوجة اعملي كذا، يا نوجة استضيفي لنا كذا. فمن ضمن الأسماء اللي هي لازم تبقى موجودة في نوجة شو دكتور هبة أو دكتور هابي. ميرسي جدا. وطبعا طلعنا في لايف مع بعض. أيوه حصل. وشفتي الناس قد ايه كانوا سعداء انك انت موجودين معايا. الحمد لله، ميرسي. دكتور، نبتدي كده نتكلم، نعرف الناس اللي ما يعرفوكيش بقى، لان طبعا في كمان قاعده تانية غير الناس اللي موجوده معانا على السوشيال ميديا. دكتور هبه، انت ازاي دخلتي بقى في قصه اللايف كوتشنج؟ بصي، هو الاول انا يعني ما وقفتش جلديه لحد دلوقتي حتى، فانا ماشيه الاثنين مع بعض. الحقيقة الكوتشنج بالنسبة لي هو الشغف، يعني هو الباشن. فهي ابتدت بان هو يعني ده شغفي، حاجة كنت ترقيت أستاذ خلاص، فشبعت بقى طب يعني، فكنت عايزة يبقى في حاجة على جنب تانية. ابتدت از ماي باشن بس، مش ملهاش أي معنى تاني، قراية ودراسة، لغاية لما ابتديت أعمل أول فيديو. ومن ساعتها بقى يعني ثلاث سنين انطلقتي في يعني لقيت بقى انه لا، في قبول، فكملت وانا بتبسط من الحكايه دي. سؤال كده جانبي، حضرتك عديتي سن ال40؟ طبعا انا 45 السنه دي، فغالبا القصه دي جات لك في الاربعينات. صح، هي اول ما كملت كلنا على فكره بيحصل لنا الموضوع ده. اول ما كملت 40 سنه، بس هي الصوت يعني هي سن صح، بس كمان ان هو دي كانت الفتره اللي ترقيت فيها استاذ بالصدفه، كانت 40. بس انا شايفه انه الاربعينات هي اروع سن لاي ست على وجه الارض. تبتدي من جديد، مرحله جديده من حياتك، سن تاني بقى وحلاوه تانيه وجمال تاني خالص، مختلف تماما عن ما قبل الاربعين حقيقه. لا، انا حاسه ان الواحد زي فاصل في الحياه كده، فاصل ونواصل. أكيد. اللي عملتيه حماده واللي جاي حماده تاني بشخصيه تانيه. الواحد بيخش سن الاربعين بثقه بالنفس مختلفه عن اللي متعود عليها، بمسؤوليات تجاه نفسه اكتر ما هي مسؤوليات تجاه الناس اللي حواليه. بيبتدي يعوض الحاجات اللي كان معطلها، اللي كان موقفها، اللي ما كان نفسه يعملها في وقت لما مثلا كان ولاده اصغر ومعرفش. فلا، نقله كبيره. وانا مش عارفه لغايه دلوقتي بحاول اقنع الستات ما يخافوش من الاربعينات، لان هي انا في رايي اروع فتره في حياه اي ست. يعني خلينا نقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي نزلت عليه الرساله في سن ال40، لان ده سن النضج وسن الخبره ويقدر يوزن الامور كويس. صح. هو نفسه حصل له كارير شيفت بعد سن ال40. بس في ناس بتسميه، والرجاله غالبا هم اللي بيسموه، سن الياس. دايما يقول لك ايه، ده انت بقيتي 40، ده سن الياس يا شيخه، روحي يعني كده. يعني ما يهمناش رايهم مبدئيا، نمره واحد. ليه دول حبايبنا والله؟ ايوه، لا يعني ما يهمناش راي الناس اللي بتقول ان ده سن الياس، يعني يهمنا رايهم طبعا. الناس اللي هيبتدي الكلام بان الاربعينات سن الياس، لا شكرا، ميرسي، يعني بالظبط كده. ف لا، بالعكس، انا شايفه ان كلمه ما فيش سن في الوجود هو سن ياس. كل سن سن امل، والمؤمن بربنا لازم يبقى عنده امل وما يبقاش عنده ياس ابدا ابدا. الياس دي كلمه قاسية جدا، وما اعتقدش انه هو فعلا لا حياة مع اليأس، يعني ولا يأس مع الحياة. طيب، انا كنت سمعت فيديو طبعا قبل ما قبل حضرتك، قعدت اتفرجت على كل الفيديوهات بتاعتك، بس استوقفني فيديو مهم جدا او سيشن مهمة جدا، بتتكلم عن الناقد الداخلي. عايزاك بقى تكلمينا كده، ايه هو الناقد الداخلي وازاي بيعطل ويكعبل الست بالذات؟ صح. عن كل املها واحلامها، وتبقى قاعده تتفرج على واحده مثلا عملت انجاز، تقول لها يا بختك انت عرفتي تعملي كذا، ده الناس كانوا في ظهرك وبيساعدوك. هي مش عارفه الست اللي قدامها دي قاست قد ايه. صح. مع نفسها قبل ما تقاسي مع المحيط اللي حواليها. صح، مع نفسها فعلا. يعني هي الانر كريتيك او النقد الداخلي ده حاجه مننا فينا، يعني ساعات الناس بتتكلم عنه او بتريفير، يعني بتقول عليه اكنه حد من بره. لا، ده حد من موجود جوانا، جوه عقلنا، جوه مخنا وصناعتنا. فمش هيختفي ابدا، لكن احنا محتاجين ان احنا نوطي صوته ونعلي صوت الانجازات اللي في مخنا. يعني هما في صوتين، في صوت اللي هو طول الوقت بيقول لي انت وحشه، انت مقصره، انت مش كفايه، انت لازم تعملي اكتر من كده، انت ام كذا، يعني ام وحشه، ام يعني فاهمه كده. وفي صوت تاني بننساه بقى تماما، الصوت اللي عارف نقط قوتي، الصوت اللي عارف انا شاطره في ايه، الصوت اللي عارف انا ممكن احقق ايه.
الصوتين دول لو في بينهم بالانس يعني توازن، والصوت اللي بيقول بيشتم فيا طول الوقت ده انا مهدياه ومعليه صوت الانجازات، بيفرق جدا في الحياه. أوكي. والمشكله انه النقد الداخلي ده لو صوته عالي قوي بيفضل راكبني ومشيني سنين ومحسسني ان انا مش كفايه، ولا اكشلي احنا كفايه وكل حاجه، ومحتاجين نفكر نفسنا ان في صوت تاني، ونكلم الصوت النقد الداخلي ده بالعقل، يعني نرد عليه بالعقل. ليه بتقول عليا مقصره؟ ما انا بعمل كذا وكذا وكذا. ليه انت بتقول عليا ان انا ست وحشه لا انا عاجبني نفسي كده. يعني لازم يحصل حديث مقابل للحديث بتاع النقد الداخلي ده، لانه شغال على طول. اوكي. طيب من ضمن كمان الحاجات اللي الستات بتبقى شغاله عليها على طول، ان هي مش متقبله ذاتها، او ان هي حاسه ان هي مش راضيه عن حياتها، ولا راضيه عن جوزها، ولا راضيه عن تربيه ولادها، وشايفه ان عمرها ضاع هدر. عاشت سنين قد ما عاشت مع راجل هو في الاخر هو مش مقدر ظروفها، او مش مقدر كل اللي هي بتعمله. الولاد كبروا ودخلوا المدارس ودخلوا الجامعات وانفصلوا وبعدوا عنها. فجأة بتلاقي نفسها في السن ده برضو، في حوالين السن ده فوقيه أو أراوند السن الأربعين، إن هم انفضوا من حواليها، وهي مش متقبلة، لا هي متقبلة الحياة أو الوضع، ولا هي متقبلة كمان إنها تغيره. فدي بننصحها بإيه؟ إزاي تغير أو تركز في إيه تاني غير المحيط اللي مضايقها ده؟ بصي، مبدئيا كلمة صغيرة بس قبل ما ارد على ده، انه الغلطة دي بتبقى من الاول. يعني محتاجة كل ست في حياتها من الاول خالص ان ما يبقاش ولادها هم محور الحياة فقط. ده غلط كبير بصراحة. يعني الحياة 8 اولويات، لو قلنا ان الحياة 8 اولويات فالعيلة هي اولوية واحدة منهم. فلازم طول الوقت، او المفروض كل ست يبقى عندها حاجات تانية غير العيلة، عشان لو العيله دي اختفت باي سبب كان، الاولاد اتجوزوا وكبروا، حصل ظروف ما كملش الجوازه، ما تحسش ان حياتها وقفت. فلازم يبقى عندها حاجات تانية، يعني لازم يبقى عندها اولويات تانية، زي مثلا شغلها. انا بشجع كل ست انها تشتغل حقيقه، حتى لو هتشتغل من بيتها، حتى لو هتعمل اي حاجه، حتى لو شغل بفلوس قليله. بس الشغل في حد ذاته مهم. في اولويه الفلوس، اولويه علاقتها بربنا، اولويه المرح والفرح والسعاده، اولويه النمو الشخصي ليها، هي بتشتغل على نفسها ازاي، بتوصل للنضج ازاي، اولويه الصحاب. يعني انا شايفه انه ستات كتير قوي بتبقى شايفه ان هي ده تضحيه، وان لازم يبقى بس الولاد. ده مش صح، لازم يبقى في حاجات تانية في الحياة. الولاد بيقدروا لحد معين، وبعد كده بيقولك انت اللي عملتي كده في نفسك. وبعدين برضو يعني هم معذورين، يعني ما احنا كنا ولاد، واول ما اتجوزنا الاكيد اهتمامنا باهلينا قل. فلازم نبقى متوقعين كده، وما فيهاش اي نوع من الصدمة، او ان هو لا فعلا هيسيبوني. هي دي سنة طبيعة الحياة. فانا المفروض ابقى مجهزة نفسي من قبل كده، ابقى مجهزة نفسي ليا مي تايم، ليا وقت بقضيه لوحدي، بعمل فيه حاجات بتبسطني، ليا مواهب وهيات، ما يبقاش حياتي فوكست على حاجة واحدة مهما كانت الحاجة دي ايه. اوكي. في الحتة دي بقى في كتير ستات بيسمعوا، لما بقى بياخدوا الجراءة شوية، تاخدهم شوية ويبتدوا يدوروا على الباشن زي ما حضرتك بتقولي، ويهتموا بالباشن ده او بالهواية دي او بالشغف اللي هم عايزين يشتغلوا عليه، بيبتدوا يهملوا شوية، يقللوا شوية الوقت اللي بيدوه للولاد، الوقت شوية اللي بيدوه للزوج، الوقت شوية اللي بيدوه للبيت. فتلاقي تسمعي كده طرطيش كلام، ده انت اتغيرتي، ده انت ما ايه، ده انت بقيتي واحده تانية. فمفروض الست لو هي بتسعى في مجال انها تطور من نفسها وتحسن من امكانياتها، تقابل الكلام ده ازاي؟ التغيير هو الحاجه الثابته الوحيده في الحياه. وما ينفعش ابدا تبقى الكون كله بيتغير والعالم كله بيتغير ومتوقع مني ان انا ما اتغيرش او ما اكبرش او ما انضجش. فالتغيير حاجه طبيعيه. ويمكن التغيير اللي انا عملته علشان اتحسن ويبقى ليا الباشن بتاعي وابقى مبسوطه ولا ادور على حاجات تبسطني، يمكن بالنسبه للناس التغيير ده بالنسبه لي للاحسن، لكن بالنسبه لهم للأسوأ. وعلشان كده بيقولوا انت اتغيرتي، انت ما بقيتيش زي ما انت. التغيير لابد منه، لكن كمان انا لما اخترت الشغف بتاعي حاولت بقدر المستطاع، لان دي حاجه تخصني وفيها جزء كبير من الانانيه، ان انا بحط نفسي اولويه في حته، ودي حاجه مش غلط على فكره، لكن حاولت امنتين البالانس باولادي وبشغلي وبكل حاجه تانية. بقى جزء من الحياه، مش واخد حاجات تانية، لا هو جزء والباقي موجود وبتوازن حلو.
وانا في رايي ان في ستات كتير فعلا لما بيتقال لها كلمه انت اتغيرتي بتتضايق، بس انا اسال نفسي انا شايفه ان انا اتغيرت للاحسن، مش يمكن الاحسن بالنسبه لي ده الاوحش بالنسبه للناس التانيه. يمكن انا كنت عندي عطاء زياده قوي قوي، فانت قللتي العطاء ده واديتيه شويه لنفسك فتضايقوا طبعا. ان هو ده بالنسبه لهم تغيير للاوحش، يعني الحنفيه العطاء المفتوحه على طول. فين كوبايه الشاي بتاعتي؟ ما خدتهاش يعني. لا، حنفيه العطاء دي لما بتتقفل دي ساعات بتبقى لمصلحتي، وبتبقى في عكس مصلحه الناس الثانيه، فهتلاقيهم ساعتها يقولوا لك انت اتغيرتي. فالواحد ياخد الكلمه دي بمحمل البوزيتيف. اتبسط، انا اكتر واحده في الدنيا بتبسط لما حد يقول لي انت اتغيرتي. اتغيرت للاحسن. طبعا حتى لو ما قالوش للاحسن، بالنسبه لي انا شايفه انت تعتبريها ان هي للاحسن، انت شايفه ان انت ليكي كل بني ادم ليه ترمومتر كده. هما مش شايفينها للاحسن ما يهمنيش، بس انا للاحسن. طيب في طبعا ستات كتير محتاجين مساعده ومعاونه، امتى الست تروح او الراجل يروح يطلب المساعده من حد ما يعرفهوش اللي هو زي اللايف كوتش؟ يعني ده ترند بقاله كذا سنه موجود. امتى اروح اقول لا ده انا مش قادره اكمل لوحدي ومش هقدر اخد القرار ده لوحدي وانا محتاجه دكتوره هبه تساعدني فيه؟ بتكون ازاي؟ بصي زي بالظبط الجيم، يعني الناس لما بتعوز تخس بتروح الجيم. كويس. الفرق بين ان اروح الجيم لوحدي وان اروح الجيم مع مدرب هو نفس الفرق. اوكي. فانا لما اروح الجيم مع مدرب انا بختار حد يبقى عارف بالظبط انا عايز ايه، عايز اوصل لايه، اهدافي ايه، ويساعدني ان انا اوصل لها، ويساعدني ان انا لو في اي عقبات في النص او عراقيل اعديها. هو ده بالظبط وظيفه اللايف كوتش. وظيفه اللايف كوتش هو شخص مش جادجمنتال ابدا، عمره ما هيحكم عليك، دايما واقف في صفك وبيحاول يساعدك تدور على حلول توصل بيها لاهدافك، وبيحاول يساعدك انه خلال الرحله دي لو في اي عراقيل او تابوز، يعني حاجات مثلا ثوابت كانت ممكن تتغير بيساعدك تغيرها، اي يعني ستراجل، يعني اي حاجه مشاكل بتعدي عليك في الرحله دي هو بيساعدك ان انت تعديها. وهي دي وظيفه اللايف كوتش، يعني ان هو نقدر نسميه هيلبنج هاند، يعني ايد مساعده، صاحبه بس مش هتحكم عليكي لا بحلو ولا وحش خالص. وبعدين برضه صاحبه فاهمه يعني ايه النفس البشريه، وعدت عليها ناس كتير ومواقف كتير، هتقدر تدي نصيحه مظبوطه. صاحبه بتشجع على طول، بتسقف على طول، فاهمه. يعني ساعات الناس بتبقى مجرد محتاجه ان حد يقول لها على فكره انت عندك حق، على فكره انت فعلا كان المفروض فعلا تعملي كده، الله يعينك، يعني بيبقوا محتاجين طبطبه. وساعات ده بيبقى كده بس، ما بيبقاش الهدف انه حتى يوصل الاهداف هو عايزها. هقول لك حاجه كده، يعني دي من خبراتي الشخصيه كده ومن اصحابي، تقول لك انا ما بروحش لايف كوتش غير ما ابقى عارفه ان خلاص هي دي نهايه الطريق، واللايف كوتش دي بتوصلني يعني مثلا واحده على شفا الانفصال. ايوه. فتقول لك مفيش حد بيروح للايف كوتش غير ما بيتطلق بعديها. هي مش هي بتتطلق بعديها، هي بتساعدها انها تاخد القرار المظبوط سواء تكمل. بالظبط. وانا على فكره ده انا بعتقد انا يعني كتير جدا جدا بشوف كلاينتس، ولما ببقى شايفه فعلا انه الطلاق مش ضروري لا برفض الفكره تماما، وبنحاول نلاقي حلول، لانه حلول وبدائل ثانيه كتير. اولها ان هي لازم تتقبل الوضع. وحتى عملت فيديوهات كتير جدا عن الموضوع ده، يعني سلسله كامله اسمها مش جوازه والسلام، كانت الهدف منها ان احنا نحافظ على البيوت المصريه، حتى لو هي مش بيرفكت ومش فظيعه ومش كلها غرام وحب وكده، بس ما نحافظ عليها اذيه، يبقى نحافظ عليها، والست تساعد نفسها بان يبقى ليها حياه موازيه، تحاول تتقبل بيها الوضع. اوكي. وحضرتك بيجي لك رجاله وستات؟ احنا النهارده بنتكلم عن ستات. ستات اكتر كتير. ستات اكتر كتير هم المقهورات. لا بس بيجي لي رجاله برضه. طيب من ضمن بقى الناس اللي احنا كنا عملنا مسابقه على السوشيال ميديا، وكانت الدكتوره هبه مشرفاني على لايف مشترك مع بعض، اكتر واحده هتعمل منشن للفيديو المشترك مع دكتوره هبه هتكون فايزه معانا بسيشن مع دكتور هبه فور فري. تقدر تتواصل معاها مباشره. حضرتك بتشتغلي اونلاين دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها، هتقدر تساعدها بسيشن فري، تستشيرها في اي امور ليها هي نفسيا محتاجه انها تساعدها فيها. والحقيقه خلينا نقول اسم الفايزه معانا، هي اسمها دودي العباسي. أهلا دي اكتر واحده، مش عايزه اقول لك بقى منشن 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 واضح ان عندها مشكله ملحه. فدودي هي الفايزه، اكتر حد عمل منشن على الانستجرام. احنا
بنشتغل على الانستجرام وبنشتغل على الفيسبوك بس هي دودي كانت على الانستجرام اكتر. فهتواصل معاها وابعت لها الكونتاكت بتاع الدكتوره هبه. ودكتور هبه هتتفضل مشكوره انها تساعدها. ده يعني حاجه تبسطني جدا. وانا كمان يا دكتور وتشرفت بيكي وفعلا انا مبسوطه لان الحلقه كلها عنوانها سعاده وبهجه وجودك معانا فعلا حتى باسم الصفحه هو يدعو ان دايما في احسن وفي امل والدنيا بتمشي. اخر حاجه بقى عايزه اعرف نصايحك للستات واحنا النهارده حلقتنا على الاربعينات فمعاكي الكاميرا اتفضلي اتفضلي. نصايح عامه للستات. اول نصيحه مهمه جدا، حطي نفسك اولويه بعض من الوقت، يعني ما يبقاش انه كل الناس اولويه الا انا، فمحتاجه تحطي نفسك اولويه، دي مهمه جدا. ارجعي ريفرش، يعني ارجعي دوري على مواهبك وهواياتك بتاعت زمان، كنت بتحبي تعملي ايه؟ اخلقي ليومك في يومك مي تايم، وقت تقضيه لوحدك تعملي فيه كل الحاجات اللي بتحبيها واللي متاكده انك هتتبسطي بعد ما هتعمليها. اشتغلي على نفسك ووصلي للنمو اللي يرضيكي. واهم حاجه ما نسمحش لحد يحسسنا ان احنا ما نستاهلش حياه كريمه ادميه، وما نستاهلش، يعني ما نتقبلش فكره ان احنا ما نستاهلش، احنا نستاهل كل حاجه حلوه. الست المصريه بالذات دايما ده بقوله على طول، الست المصريه تستاهل كل خير لان هي بتدي طبعاً كل خير الحقيقه. لا بتبخل على جوزها ولا على اولادها، وبتضحي فعلا بجد، بتضحي كتير قوي. نماذج كتير حوالينا كلنا شايفينهم، فشابو للست المصريه وتستحق كل خير طبعاً وكل حب وتقدير. اجدع ست اجدع الستات. طيب كان المفروض